الحمد لله، الحمد لله الذي شرفنا بأشرف تشريف، أنزل علينا الكتاب العظيم وحفظه من التبديل والتحريف. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بشيرًا ونذيرًا بالدين القويم الحنيف. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة بأعظم كتاب وهو القرآن العظيم، فشرفنا الله عز وجل بهذا القرآن وجعل شرفنا وعزنا فيه إن تمسكنا به وعملنا به. قال سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه عزكم وفيه شرفكم. وهذا العز وهذا الشرف سنسأل عنه يوم القيامة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سنسأل عن هذا القرآن العظيم: ماذا عملنا به؟ هل حكمناه في معاملاتنا؟ هل عملنا به في حياتنا؟ إنه القرآن العظيم يا عباد الله فيه التبيان لكل شيء. قال سبحانه وتعالى في آية جامعة مانعة: ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذا القرآن هو بيان لكل شيء، فيه كل شيء يحتاجه المرء في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا كتاب عظيم يا عباد الله، جعله الله عز وجل مهيمنا وناسخا على الكتب السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن على جميع الكتب وناسخ لها، وهذا دليل على عظمته. فهل استشعرنا هذه العظمة واستشعرنا هذه الخاصية التي خص الله بها هذه الأمة المحمدية؟ والقرآن هو البلاغ وهو الحجة. قال سبحانه وتعالى: أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه وتعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فهو البلاغ وهو الحجة. من بلغه كتاب الله سبحانه وتعالى فقد قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن يا عباد الله بيان وموعظة وهدى ورحمة وشفاء، كما قال سبحانه وتعالى. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى ورحمة وهدى وموعظة للمتقين. فالقرآن يا عباد الله لا تنقضي عجائبه ولا تنقضي أحكامه، فما استجدت من أحكام ففي القرآن بيانها. ولذلك القرآن يا عباد الله صالح لكل زمان وصالح لكل مكان، ومن قال بغير هذا الكلام فقد كفر برب العباد سبحانه وتعالى، وله الويل والثبور يوم المعاد
عند الوقوف بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى. عباد الله، إن عظمة القرآن وخصائص القرآن وفضائل القرآن لا يحصيها العاد عدًا في مثل هذا المقام، ولكنها إشارات وتذكرة وتبصرة يستفيد منها قائلها وسامعها. فإذا عرفنا يا عباد الله هذه العظمة لهذا القرآن العظيم الذي تحدى الله به سبحانه وتعالى الإنس والجن أجمعين، وجعله معجزًا في آياته، معجزًا في أحكامه، فإنه لا بد علينا أن نعتني به. فهذا القرآن يا عباد الله تحدى الله به الإنس والجن، فقال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي تظاهروا وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. وهذا التحدي من الله عز وجل باق إلى قيام الساعة، ولن يستطيعوا أن يقبلوا هذا التحدي أو أنهم يغلبوا في تحديهم. والقرآن يا عباد الله من عظمته وإعجازه العظيم أن الله عز وجل جعله ميسرا يحفظه الصغير والكبير، تحفظه الذكر والأنثى، يحفظه العربي والأعجمي. وهذا لا يتأتى في كتاب إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه معجزة عظيمة، من تأملها وتدبرها عرف عظمة هذا القرآن العظيم. عباد الله، إن من أجل العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى أن تعتني الأمة بتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن تحفيظ كتاب الله هو غراس الأمة وهو جبالها وأوتادها، لأن القرآن ثبات من الفتن، وعلى قدر كثرة الثابتين يكون ثبات هذه الأمة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن ثبات، وعلى قدر ثابتين يكون ثبات الأمة عند حلول الفتن. والقرآن يا عباد الله ينبغي أن نعتني به في هذا الشأن، فنلحق أبناءنا بحلقات التحفيظ وبمدارس التحفيظ وبكل شيء يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن هداية لهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن هداية، هداية في العقائد، هداية في الأعمال، هداية في السلوك، هداية في الأخلاق، هداية في كل شيء. فعلى الناصح لنفسه ولمن يعول أن يعتني بهذا الأمر العظيم، بأن يحفظ أبناءه كتاب الله سبحانه وتعالى، أو يلحقهم في من يحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يعلمهم كتاب الله، يعلمهم أوامره ويعلمهم نواهيه، وأن يعلمهم تعظيم هذا الكتاب العظيم. فبقدر تعظيمهم لكتاب الله يكون قيام الأمة ونصرة الأمة وثبات الأمة، خاصة عند حلول الفتن المدلهمة. عباد الله، وهذا طرف يسير مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على فضل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الأدلة كثيرة والمقام لا يسع. فمن ذلك يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الحافظ لكتاب الله في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. وهذه منقبة
وأي منقبة أن تقدم في أعظم العبادات وأجل الطاعات وهي الصلوات المكتوبات، فهذا شرف عظيم لحافظ كتاب الله عز وجل. وأيضا يا عباد الله، من فضل حافظ القرآن أنه مع السفرة الكرام البررة، أخرج البخاري في صحيحه بلفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه والذي يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. فهذا الحديث يبين أن حافظ القرآن مع السفرة الكرام البررة. ومن فضل حافظ القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما كثر القتلى في صفوف المسلمين حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلف أكثر من رجل في ثوب واحد، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يقدم في القبر أكثرهم أخذًا للقرآن. وهذه منقبة لحافظ القرآن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا الحديث عند أكثر أهل العلم هو للحافظين، وإن كان بعض أهل العلم حمله على الجميع، على الحافظين والقارئين. ويكفي شرفاً لحافظ القرآن يا عباد الله أنه تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحفظ الناس للقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن بما ثبته الله عز وجل في قلبه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن العناية بكتاب الله عز وجل شرفٌ لهذه الأمة، وشرفٌ لمن يقوم بهذه الخدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتعاهد حفظه، وأن نتعاهد قراءته، لأن فيه النجاة وفيه تثبيت القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. فحريٌ بمن حافظ على القرآن حفظًا أو قراءة أن يثبِّت الله إيمانه، وأن يقبِضَه على التوحيد والسنة، كما قال سبحانه لنبيِّه: كذلك لنثبِّتَ به فؤادك. عباد الله، إن من العناية بكتاب الله عز وجل أن تُدعَم المشاريع الخيرية في تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى، إما دعمًا بالمال أو بإلحاق العيال، ومن لم يستطع ذلك فبكلمةٍ طيبة، إما بدعوةٍ لأهلها، إما بدعوةٍ لأهلها أو دعوةٍ للالتحاق بها. فإن الكلمة الطيبة خاصةً في هذا الزمان، في زمان وسائل الإعلام والاتصال، تبلغ مبلغًا لا يحسب المرء مداه ولا يعرف منتهاه. فعلينا يا عباد الله أن نعين على حلقات القرآن، إما بالدعم المالي أو بالدعم بإلحاق الأبناء أو بالدعوة إليها، وذلك عن طريق الجمعيات الرسمية
التي أوكلها ولي الأمر بهذا الشأن العظيم. وهذه منة جليلة وفضيلة كبيرة أن تكون هذه البلاد ميسر لها حفظ كتاب الله وفتح الحلقات والاجتماع على كتاب الله. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله وأن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم، وأن يجعل هذا القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا سحا مجللا نافعا غير ضار، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.